قدامي دور فاطمة. فاطمة بنت من الأسر المتوسطة، أقل من المتوسط بشوية، وكل حلمها أبسط حلم ممكن بأي بنت تحلمه، أنها تتجوز وتخلف. بس على قد ما الحلم بسيط، على قد ما هو صعب في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، أن انت تلاقي حد كويس. ظروف الجواز، الحالة الاقتصادية اللي العالم فيها، بيخلي حتى أبسط الأحلام صعبة أنها تتحقق. الأبطال اللي معاكي ممثلين جامدين طبعا طبعا. بصي، انا خلي بالك ان مش عايز احرق الفيلم، بس الفيلم قصص قصيره متجمعه، فكل قصه انا قصه وخالد قصه وباسم قصه، فاحنا ما تقابلناش غير اخر يوم تصوير، كلنا تقابلنا في مشهد واحد في ميدان التحرير. بس انت الدنيا لعبت بيكي زعروسه زي ما شفتي في الفيلم؟ فاطمه لعبت بيه، احنا نشوف. لا لعبت، يا ده احنا اتشقلطنا، ده احنا كنا كورة يعني، تهبدنا وترزعنا وطلعنا، الدنيا على طول بتلعب بينا، انت كل ما تجيلها كده هي تجيلك كده طبيعي. ازمة الاخيرة لفيلم النقش، هو بقى ازمة؟ انا كنت شعرة اتسحب، لانه المنتج عمل 3 نسخ، فانا بالنسبة لي شيء جديد ان منتج يعمل فيلم عشان يعملوا 3 نسخ، يعني دي بالنسبة لي شيء عجيب، يعني question mark غريبة شوية. طب رأيك انت في اتفرجت زي الجمهور بالظبط، ان الفيلم باص في المونتاج، هو عمله مونتاج، هو كان بيتدخل في هو دخل في كل حاجه، بس واحنا بنصور ما كانش بيتدخل، هو دخل بعد ما خلصنا شغلنا، اللي هي مراحل الفيلم اللي بعد كده، اللي انا عرفت ان هو دخل جاب 2 يعني منتج الفيلم مرتين مع 2 مختلفين، فانا ما اعرفش ايه اللي حصل. بس انا زيكم اتفرجت على فيلم متقطع منه مشاهد رئيسية، يعني متقطع منه مشاهد رئيسية، أنا مش عارفة السبب. شايفة إن في حاجة في صندوق الدنيا ممكن تستفز الجمهور، مشاهد أو ملابس زي كل مرة؟ ما أعرفش، إحنا اللي هنتفرج. إحنا مش فاهمين، كل واحد ورأيه. رأيك إيه بس في الأغاني المهرجانات اللي شغالة في الوقت؟ هو كل حاجة بقت أزمة عندكم، أنتوا ليه مصعبين الحياة أوي يا جماعة كده؟ ما انا بقول لك هو لعب في المونتاج، فالمونتاج ما بقاش، مش ده الفيلم اللي احنا ماضيين يعني، مش ده السكريبت. قول عايز ايه، ما انا سامعاك عمال توشوش. اقول قول يعني انا سكر محلي محطوط على كلمه ده رانيا يوسف. ربنا يخليك انت بس اللي عليك سكر محلي والله. لا بص، انا مش مع حدش دلوقتي يقدر يمنع حد انه يعمل حاجه، اللي عايز يعمل حاجه هيعملها. انت ممكن تجيب اي واحد من قاره موزمبيق في اي حته، يعني انا بهزر طبعا، من اي قاره في العالم يقول اللي هو عايزه ويغني ويرقص ويطلع زي ما هو عايز، مش هتقدر تمنع. لكن تقدر تقلب القناه، مش عاجبك الاغنيه ما تسمعهاش. لكن انت مش حافظه اصلا اسماء حد من لا طبعا، انا بسمع زيكم، انا بكتشف زيكم. الازمات اللي بقاش محمد رمضان مؤخرا، هو هي كل الحياه بقت ازمات عندكم يا جماعه، في ايه؟ انتوا ليه مقزمين الدنيا قوي كده؟ حقيقي انا مش انا عندي ازمات في حياتي تكفيني الحمد لله. لا دي حاجات شخصيه، فانا مهتميه بازماتي انا، خلاص يعني كفايه اللي عندي الحمد لله، ربنا يتولى الباقي. زي ما انت شايف بلبس واخرج.